لا هم ذاك يروحوا هما وحده. ساعة البوزيد ماهوش كشير. ساعة البوزيد هز العلام. هز العلام كي جا الكوميسار والبيار ينحيه له. ما حبش يعطيه خطفوه الكشافة من يدو. تير عليه قلت له هو ولد بالقفي. يوم زوجة ولد بالقفي ما يهدروش عليه. في هذاك سكوتي قلت له سم ثاني.8 mai 1945. À Sétif, petite ville de l'Est algérien, on fête l'armistice. Dans le cortège, parmi les drapeaux alliés, surgit un drapeau algérien, symbole d'indépendance. La police tire sur la foule. C'est l'émeute. Dans toute la région, la répression menée par l'armée française va faire des milliers de victimes. Née en France de parents algériens, je n'ai rien su de cette histoire. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de la mémoire de mes pères avant qu'elle ne s'éteigne. Le soir du 7 mai, on n'était pas au courant. C'est le soir tard qu'on nous a appris qu'il fallait être le lendemain. Le lendemain matin, le 8 mai, tous présents là en tenue devant la mosquée. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Le lendemain matin, on s'est mis en tenue, puis on s'est retrouvé à 7h du matin, on s'est retrouvé tous les scouts ici devant la mosquée. C'est là où on a appris qu'on allait faire un défilé. Nous, les scouts, tout le monde était là présent. On était plus d'une centaine de scouts. Il y avait les louveteaux, les éclaireurs et les routiers. Et les chefs qui nous attendaient là pour nous organiser et tout. Et puis, vers 9h30, on a pris le départ. Les scouts en tête, il y avait les jeunes louveteaux en tête. Après, les éclaireurs, moi j'étais éclaireur, puis les routiers. C'était une organisation impeccable, en rang serré, tout ça, avec la tenue des scouts. Et on attendait là. Notre chef, Marhoum, M. Abdelkader Yallah, c'est lui l'organisateur du défilé. On attendait qu'il nous donnait l'ordre de partir. Quand il est arrivé, on a pris le départ. Sama, j'ai le mot d'Ahra, الشباب الإسلامية الجزائرية دايرينهم هما الأولين يجيبوا في النشيد الوطني حي أفريقيا حي أفريقيا يا عباد. جينا ماشيين وفيها النسوة اللي زغرتوا فرحين لأن على كل حال اليوم الأرمشتيس والعالم كامل دار مظاهرة في ذاك الوقت ماهوش إلا حنا حتى في أمريكا في إنجلترا في غيرها داروا مظاهرة نتاع يوم الأرمشتيس. ملايين جينا ماشيين كانوا على كل حال الزغريت وهذيك هنا وصلنا قد تولى النادي هذاك تولى لي سي كيرواني هذاك من ثم نشوفوا في الطواقي بداوا يسكروا جينا مارش بصح 60 مارش ما كانش المثل تاعها عقبه الصميل تشوفوا كل مره موجدين كمين المنظمة في فرنسا طول على كل حال متفاهمين باش على كل حال يفسدون الامور ما ذكر يعني لو كان يعني تخيليها بنتي ولا عشتيه دوك انا راني خايل كيف صارت لنا الواقعه هذيك تقابلوا علينا مثلنا بالرصاص الشرطيه
والجدرميه حكموا سكروا جزرنا، جزرنا كانت هنا، الجزائريين العسكر الجزائريين سكروا عليهم واحد ما يخرج، طقوا العسكر نتاعهم على كل حال بطراق وتعب هذيك الامور تاعهم هذيك. حين اللي الاعلام كان على كل حال فيد عيسى شرقه، عيسى شرقه ربي ربي يذكره على خير، على كل حال ما نقولكش لا طحلوا ولا طيشوا ولا حرب ما نعرف، يعني هذاك الوقت ما نجموش نكذبوا على كل حال على الناس. هزوا ساعه البوشيد، حنا ساعه البوشيد قتلوه شويتي وماهوش غير طيحوا غير ساعه البوشيد، طيحوا ياسر من جماعه في هذاك النهار هذاك. ثم على كل حال احنا واش ولينا؟ ولينا نفرقوا في الغاشي، روحوا تروحوا روحوا تروحوا روحوا تروحوا، والوليدات الصغار هذوك الشافع على كل حال لميناهم وديناهم على كل حال الحمد لله حفظهم رب العالمين، وداروا لنا السياج. ثم على كل حال مده نتاع شهرين ما نخرجوا الا بوقت عندنا سوايع متعينين نخرجوا بهم، ما كان ماكله ما كان شراب، دايرنا العسكر تاعهم والعشان تاعهم يدوروا في البلاد وفيها حواري يحلوا الكرونات ويطيشوها يطيشوها على الناس. مشينا سلمية وليت راس ما كانش طول في القسطنطين ساعات يسميها والو. نحاوهم نحاين كلش الا كافي الفرنسي فيها الطابله ما تروحها قدام شغل فيها قاعدين فيها اربعه اسورتيه هما اللي داروا هما هما اللي هما السبب هما خاطر عقبوا عقبوا الدراري تاع المدرسه وعقبوا الكشافه وعقبوا الباكين اللي تاع نور هزينا زوج من الناس بعدها هما صاروا العلامات قد قد هما فزوا الطول جو الاعلام تاع الجزائر حكموا لينا بين حوالي كان موجود سعاد ربي يرحمه كان علي على يدي اليسرى خطفوني وجهر به. هذه لا بريغاد دو لا بوليس جوديسيار لور باترون ايتي لوسيان اوليفيري. Il a voulu arracher le drapeau à Saïd Bouzid. Saïd Bouzid s'est opposé, il a résisté. Lucien Oliveri a tiré son colt et a tiré à bout portant sur Saïd. Tétah Bouzid. Tétah Bouzid. Je vous ai dit le raï, le cabi de France. Quand on a fait le cabi de France, on a fait le cabi de France. On a لحيناها لهم وكان فيها عمار عميرة ربي يرحمه وكانت مجموعة وكان فيها العمري شعب وكاينين كان شعب ثاني عاوننا الداخل فهزنا لحيناها لهم ورحنا جينا مشينا وكان الحاج بالله هذاك كان واحد الحاج بالله رفد 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 وش يقولوا له رفد البوكي دو فلور هذاك ورايحين به هنا للمونيمون مور لقينا ثم وش يقولوا له حطيناه لقينا الجدرميه وذاك تيراو علينا ايه تيراو علينا اي سي دو لابا اون ابري اون اي سورتي اون سي ديسبيرسي سويز ان رونتري شي موا كونت سويز اريفي شي موا يافي دو مون تشاك كي دوفان لا بورت دي ميزون كي اتوندي سي دوموندي سكي اريفي شاكان رونكوندي كي افي دي مور كي افي سي اون افي يافي دي مور بيان سور. Mais nous, moi, je n'ai rien vu. J'ai entendu des coups de feu, des coups de feu. J'ai vu tout de suite après, même pas une demi-heure, l'Égypte avec la police et les soldats circuler. Et puis demander aux gens de rentrer chez eux pour les faire disparaître de temps en temps et tirer des coups de feu en l'air comme ça. Et tout le monde après, peut-être à midi, une heure, il n'y avait plus personne dans la rue. Il n'y avait que la police et les militaires qui circulaient en voiture. Le lendemain, le 9 mai, je sors pour acheter des cigarettes. J'étais interpellé par les tabours marocains. Stop, les mains en l'air, ils m'ont embarqué, alors on est le gaz dans la lune. Pendant 15 jours, on n'a pas mangé, rien du tout. Le yogo fait terre. Pas de résistance. Et pendant l'interrogatoire, il y avait le Zaboub Saïd, Bayarahmo, une montagne. De l'Alma, oui. Une montagne. Dans l'interrogatoire, de 2h jusqu'à 8h du soir,
جابوه في البرانكار أمين فيلا راندي لام مات. Je suis bref. Je ne peux plus continuer parce que j'ai des larmes aux yeux. Le Yéné 45, c'est une population désarmée qui va être massacrée tout au long d'un mois. Et à la suite d'une guerre, disons, émancipatrice. Il faut bien rappeler que le 8 mai 45, beaucoup d'Algériens des régions que vous avez visitées étaient encore en tenue militaire française, en Corse, dans le sud de la France et un peu partout. Hein, ils venaient de terminer la guerre et ils vont apprendre en rentrant le massacre de leur région et de leur famille. On était venus que citoyens, il n'y avait pas que nous, il y avait plein de monde qui étaient venus attendre un parent, un frère, un père, tout ça. C'était plein de monde, les gens qui attendaient là, devant la gare. Et les soldats étaient venus dans un train de marchandises, dans des wagons de bestiaux. Ils sont arrivés là, ils les ont descendus du wagon, puis ils les ont alignés, puis ils ont repris ça, puis en allant vers la citadelle. Ils étaient en rang bien organisés et tout. Et les gens, ils avaient la mine parce que c'était pas. Ils avaient la mine parce qu'ils savaient ce qui s'était passé. Ils ont appris ce qui s'était passé. Ils avaient la mine. C'était comme ça. Aucun sourire, la mine triste, les gens défilaient comme ça, mais ils les ont amenés à la caserne. De là, ils les ont, une heure après ou deux heures après, ils les ont libérés. Chacun a rejoint son village, sa maison. Surtout les gens qui habitaient les environs, ils ont trouvé pas mal de gens ont trouvé leur mechtag démoli, brûlé, tout ça. Quelqu'un n'a pas trouvé ses gosses, quelqu'un a trouvé un parent mort. حنا كي صوبنا للصوب غادينا نكيلو مالا كي لحقنا لتما على الساعة نتاع الليل جاو لينا في جوج قالوا لنا غدوة إن شاء الله على 8 تكونوا عند القاد كيما راهي ذوك الولاية قالوا لنا بصح اللي عنده موس ولا عنده أصاب جو ما تجيبو معاكم والو على 8 طلعنا طلعت أنا واحد من الناس طلعت لقيت الجماعة ثم ولقيت دراري سكوت قالوا نروحوا نجيبوا الاعلام كي قالوا نجيبوا البعيد بالكفريه قالوا اليوم نجيبوا شويه جابوا الاعلام كي جابوا الاعلام جينا حنا هاجين هازينو سكوت وحنا جماعه قدامنا حنا مراهم جايين النساء كل حال لطيف الزغاريت والسخط حنا لحقنا للنادي سكوت جاو قد باش يدخلوا النادي تاع عباس القواس هذو هو جبد واحد تاير كاسكيطة شهبة والكشبوسير جبد البشطولة تك عليه هز الإعلام منين طاح لي هز الإعلام طلع هزو واحد هزو تخطب لي هزو حنا طرطقنا كي طرطقنا حنا جات مرا قالت لنا شوف وراكم رايحين نجاهدوا لظينا حضرنا للسوق للهوير باش نخرجوا لقينا مرا قورية عندها زوج ولاد عقبها زوج دري بالمطار لظينا نلقاو جون باتيس يبيع في الماتريال هذاك عقبو بالشطاطو جينا هنا سكرونا بالكرارس هذوك اتظهرت قلت حالا البارود كما سيتكلم في البلاد كما سيطرطق جابوا واحد مسكين عريان مضروب للكرش بفوتلان هازينو في ربعه قالنا تجاهدوا في سبيل الله ويجي واحد 8 ولا 10 حنا جاو لينا الجدرميه سركلوا علينا انا هربت في الليل كي سمعت به الحشه هربت تم نستلم هربت ولموا الفاميليا تاعي 18 دراج جابوها لهم للربقة جابوها لهنا وصوتوا فيها قلت في الصوت حتى جا اسمه كوميسار هزهم قال لهم انا غادي تهزهم للسطيف
داوهم للصيف قالوا متعقبهم اللي مات مات واللي عاش عاش واللي ما خنتوش عليه تنطج. داوهم للصيف من الصيف داوهم سلطينه قطرهم 20 سنه 18 انت الراس بالاسم كي تحب تسميهم لك سميهم لك نقم شويش. وكان واحد جزيري صالح معاهم هذو داوهم داوهم للحبس وداوهم من مروه. كان واحد ثاني يقول له عجال ولا بوسيقي او ذهب لي ثاني انا مع ذهب لي العبد ثانيه مسكين ثانيه داو الحبس مع توعنا 45 داو من اللمبيش. ومن بعد قعدوا يديروا فينا البطل ما في جي شهر ولا اكثر هم يديروا فينا البطل اكثر من شهر هما وحاصوا القش تاع الناس ولا صوتوا في الناس داروا البطل في سنه مش نهدروا حنا ما داروا لنا السلاح هذه كل الكونون اللي داروها لنا كل شالوا لنا قتلوا لنا رجل حسين ترقوه زبار سعد ايه ثاني ترقوه هما انتوا سموهم هذو جابوهم من الدوار وترقوهم نقمة احمد ذاك اسمه تاع الاعلام تاع الاعلام ثاني عمامه وبيو ما داروا ما للي كساتك ما سوي لقطو ولا لي زومبيرا هادو خمسه ولا سته عندنا تيالي وبنو عندنا قويدر قامون عندنا محمد بعيطيش عندنا حطاب احمد سي لا بريمير فوا تلقوهم ساعتين تاع علاش فوا مليون ولبي لهم كيفاش تترقوا اسمع بيك عندي خبره هو باش يلقب لي هما الاخرين هما الاخرين سنه فاهم من جا خرجوا في الليل باش الكرادة جا قال الشيخ خدعكم راح للدار فاهمك ايوا جابوا من الدار قالوا جيتني تاع الشمسي وجابوا حد رسوم هو يمضغ فيه ويطر فيه للصباح راحوا الفاج قال لهم حتى الشيخ هذاكم مهبول على البشر القبيلي ترقوهم ثم تولد تولد البشر القبيلي حضرهم ثم صح اي انا دفنت معاهم هذوك قلت لك وجات كاع قال الشيخ اللي عندي خبر فيه عندي خبر براك سايب كيف ايه خاصو يفهموا واش كان البلاد لا بابا راح تصيفت ما عادش في بلاد ضربه صارت في ستيف ضرباني اول مره صارت في ستيف والوقت اللي صارت في ستيف كان واحد الانسان هنا يقولوا العدواني عنده طوموبيل جاء من ستيف عيط الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وكان واحد هنا يقول له سي عمار بوكدورة هو مسؤول هنا في الامينستراسيون عند الحاكم كان هو اللي صرف هنايا يعني. هو اللي شاد المفتاح تاع المسؤوليه تاع الخزينه اعطاهم السلاح أعطى السلاح للشعب وتدخل في بعضها كساعة لنا ماتوا قطع قور ماتوا تحب نعطيكم السماوات تاع القور اللي ماتوا نعطيكم السماوات تاعهم إيه ناتوا واحد يقول له شارلو فيتيا الأخر فندرا تيفو ليكسيمورير لباستي فابريرا الفيرمان تاع ورايلي هذو ماتوا ومن بعد ما علاش فيك ساعه الشعب جا من الجهادي كل مليانة بالشعب جا داخل العائله الكبيره الوقت اللي جا داخل العائله الكبيره العسكر طل منه عادي يضرب بعض الرصاص يعقب منه يعقب هكذا كان واحد الشيخ مسكين مات ضربوه منه دخلت له رصاصه دخلت له من خرجت من هذا نهار 8 ماي ومن بعد احنا هربنا رحنا ليه للدوار ليه جيت بابور من هيه قعدنا ثم 8 ايام الوقت اللي قعدنا 8 ايام جاء قانون لهنا للقايد قال بلي تولي ولا الديار تاعكم ولينا بالاثنين نهار اللي ولينا بالاثنين غدوه من ذاك الثلاثة على الصباح صباح العسكر علينا قتل جي واحد الجماعة من راكم على بالك ديجا نعطيت لكم السماوات تاعهم ذيك الخضرة والمان والسمارة بزاف لحتى نعطيك السماوات تاعهم نعطيك السماوات تاعهم على الصباح لايموهم حنا هربنا لها ونجيب واحد الجبالة ليه زعكنا خرجنا العسكر من الديار طلق النار حرقهم الدخاخين طلعة ما عندك ما تشوف حنا هربنا ايه قيد بن حبيلس
حمد بن حبيلص هو اللي قال للناس يطرحوا ترنديو، قال لهم راهم يمدوا لكم الدربوات باش ما يحرق باش ما يحرقوكمش. الدربوات ما مدوا لهمش وقتلوهم، وزاد ولاو داروا على المشتهرين كل حرقهم. اللي بديس كان واحد حشيش يغطيو به، هذاك به بيتحرق، واللي بالقرمود كان اللي كسروا، كان اللي ما تحرقش كان. هاي هذه كيف خدموا الكونون، الكونون دنقي منين يجي؟ جاء واحد 4 كيلو 5 كيلو متر باه يجي لي حق الفيرما، يصور على الستة تاع الصباح، يخلي ولادو راقدين ما يشوفوهمش. العشوة كي يروح، لا بك يروح للدار، واحد 5 كيلو كي يروح يلقى ولادو راقدين ما يعرفوش اللي عندهم بيهم ولا ما عندهمش. الصباح يخليهم راقدين، العشوة كي يروح يلقاهم راقدين. وين اجيها يرقدوا؟ واحد القربي على جناح الحيط، الجاج ما يسكنش فيه. ماكش شكون طيب يقول لك الوشت، هم كاينين بزاف لي زراب يجيو يخدموا. وين تروح؟ ما عندك وين تروحي انت؟ فين تروحي؟ تقعدي ثم لاصقه في هذاك القربي وهاكي تخدمي. عندك امك والله 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 لا لا اختك هاي تخدم عليه، تغسل له الاولاد، تفرش لهم، تقمطهم، تعطي لهم ياكلوا، تنخذ الشكوى تعطي لهم الزبده ياكلوا، وهم قاعدين لاباس. قاعدين يتفقحوا، يركب الطوموبيل ويروح يحوس على الخدامه، يشوفوا واش راك دير ثم. اي يا لور اطرافاي سالو بريوا، اي سي 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 لا ميزير، لا ميزير نوار افيك لي كونون. اي سي الديمقراطيه فرنسا، الديمقراطيه وين الديمقراطيه؟ استنى كيف حكموه، حكموه كي صحاب الضرب بركة الضرب، وتلموا على الغاشي داوه داوه للحبس لكا القزارنات. لي كونون لي كونون هما اللي جردوا الغاشي، يعرفوه فلان 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 فلان، ومدوهم ل 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 سيكري في سطيف لا ليست، خلونا حتى نحينا حشينا نحشينا لهم القرط، خدمنا لهم البحاير، خدمنا لهم الزرع. كي خلصنا خدمتهم جاونا السرطية من الصيف للدواور، دوار الفلاني الدوار الفلاني قال الفلاني الفلاني الي هدفها لا يمو الغاشي لا ليست فلان 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 مونت فلان 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 مونت فلان في اللي كاميو ديريكت للقزرنا لسيطيف. الور السيلان السلك والعسكر عساس وين تبوجي الشر والصيف على بالك الويت ماي وماي جواج ويد قاعدين برا في الخلاعه الشر والغب والصوت نتاع العسكر. والنار نار منا من جايه النار منا من راس قول من بابور راس بني عزيز وراحوا مطهر طريق البايل داك ساعتك مده نتاع 8 ايام ولا 10 ايام والحق لارمي انت ديرت انت فعلت انت كذا 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 حتى في هنا حكموني عيطوني ايوا نهار اللي وصلت للقسنطينه واش قالوا في طليب الارمي تقول وي كون داني امور تقول نو كون داني امور كي خلص نقولوا الشعب وخلص وكذا ولاو للمشاتي
ينقلوا بال 25 تراس بال 26 تراس ويقتلوا جماعيين. واش يديروا؟ يحفروا الحفر ويقلبوا عليهم الترا. وشكون يحفر الحفر؟ هذوك اللي مازالوا حيين يحفروا الحفر ويحطوا الموسى ويزيدوا هما يقتلوهم تم. الاماكن مازالوا معروفين هنايا. قداش سنة قعدت في الحبس؟ قعدت هاي الوثيقة تما، قعدت عام كون دانيا مور، 17 شهر كون دانيا مور، 17 سنة في السجن. أحسبها يتما الوثيقة قدامك، النهار اللي فاش تكون دانيت والنهار اللي فاش، ولو كان ما خلاصتش مثال الحرب. أنا منفي من الجزائر 20 سنة ومن فرنسا 20 سنة إلا كليل فانفيرا، ومن الجزائر 20 سنة إلا بسنا ونكون ريزيدان سرفاي، هاي تما في الوثيقة. ولكن ربي هاني ما زلت. في 45 كنت تخدم؟ أنا خليت أربع أولاد ماشي كنت نخدم. خليت أربع أولاد، الكبير البن الكبير شاو ضنايتي 5 أكتوبر من 1939، والصغيرة خليتها في كالنطر، ونهار جيت لقيتهم متزوجين. أيوا الأولاد في الحبس واش يديروا؟ دخلت التوفيس من 1945، الشر الراجل يموت وحنا نقولوا شهد وهو يقول الخبز الخبز، فهمت؟ ولاو ياكلوا الريش ديال الشجر كيما ملع يقول حاشاك وحاشا قدر حاشا، يعني ما نحاشيوش في هذا شيء واقعي. شوف مثال هذا دخل السنتر او ربي كيسمع فيا. شوف حاجه هكذا رايحه تمشي، شوفها تلقى حاشا من يسمع قمل مدينها بكري. قبل كنت في الارمي فرنسي. هاي كنت في الارمي فرنسي، كنت في الارمي فرنسي كلاس 43. وين رحت؟ وين انا خدمت ورحت حتى للطليان. وين؟ في فيلا ايطالي. كنا هنا في واحد القزرنا يقول سوسانتا تيري كوستانتين تاع الارتيري تاع قسمتينا، ومن بعد دابنا راه في الطليان وربعت حتى لبرلين ولا سيسيل وربعت حتى لبرلين تاع الالمان. كانت كانت دار الارميستي جينا روحنا طقونا روحنا، كانت ساك جاب لنا الدوله تفرج. هذه هي. وعلاش حكموك؟ ياه وعلاش حكموك؟ حكموني على هذه على هذا الفير تاع الكارنتك. واش درت؟ واش درت؟ رحت رحت ندي فيلي نقول نحوس على ندي بلدنا هذه جن. هذا ما كاين. على ابن عزيز هذا على ابن عزيز ندير ندي فيلي ابن عزيز. ايوا هذا ما كاين. ايه. Exactly 62 years ago, in May 1945, I was driven up this road from coming from Algiers going to Setif. I came from the coastal road up this valley, up this canyon, and along the way I saw the first sight of the results of the terrible events that were taking place around Setif, burning villages. Somewhere up this road, on the right-hand side, I remember a little village where the smoke was still rising from the ruins of the houses. It was being guarded by a black French colonial troops, Senegalese, I believe, who were keeping guard over these ruined villages.
And from there, I came on up onto the plateau to Satif. I went into a hotel in the main street of Satif, and there I met some people who told me some things. And then by chance, I met a British Royal Air Force officer who turned out to be the chief of British intelligence for North Africa. And he'd come from Algiers to find out what had gone on. And he was very upset, he was very angry about what he'd learned. So he said, I will tell you the whole story. I will show you the files of the British intelligence. And so I rode back to Algiers with him. He opened up his files. I sat in his office for 2 hours with my notebook and wrote down details of what had happened at Satif. And after that, then I went to see the American military liaison mission stationed in Algiers. Earlier, I had tried to get some information from them, and they would tell me nothing. But when I came back, having been given the access to the British intelligence files, I spoke to the Americans, and they couldn't conceal anything any longer. So they opened up the American intelligence files, and I copied out the reports of the American intelligence about what had happened. And I remember the American major who was in charge of that office, he said to me, I'll show you the aerial photographs we've taken of what has been done. And he was very angry about it. He said, the French have used our American B-25 bombers to bomb these villages. The terrible thing. Here's the photographs. So I got this kind of inside information from both American and British intelligence. That's how I got the full story. Le 9 mai 1945, ici, à Kelata, il y avait, le 8 mai, il est venu un administrateur principal de Périgoville, à Nkibira, prononcer un discours ici à Kelata, aux colons. Il avait dit que nous avons fait l'armistice avec l'Allemagne. Il reste les bécots. On va l'écraser, c'est nos esclaves. Il a parlé, moi j'étais cassé, je rentre, je sors, à côté là-bas du cinéma, là-bas qui a prononcé le discours. Il est parti. Alors, quand il est parti, à Magrémen, ils l'ont tué là-bas. Ils l'ont tué, l'administrateur. Nous, on ne savait rien du tout. Ici, à Kelata, c'est un marché, va-et-vient, etc. Vers 1h du matin, l'après-midi, il est descendu le car. شانل وما لقدو هذاك العشيه هبط الكار الى هبط الكار من الصيف لهنا الخرطه جاب لي فوياجور عيطوا الكار دي شانل فرنسي اللي حكم الكار هذاك دي شانل عيطوا الملكي هبط هنا مخروب برصاص كاين واحد عيط بوهاوي هبط نعرفو قلت له دم بوهاوي واش كاين هذا الكار واش دار له كذا قال لي ما عندكم شغل قلت له ما عندنا شغل قال لك في الصيف راهي ناضت خرجوا الدرابو نتاعنا وقلت له انسان ورد عليه الدرابو راهي تبقى في الصيف الحاله راهي مش مليحه قال لي الكر خربوه هنا في عين عم في عينين عين عموشه في عموشه في عدوان اللي ضربوه كي هبط لهنا الكر مخرب كل كيرا مكسرين اللي كارو مكسرين اما هذاك الانسان كي قال لي ها واش كاين واش كاين مالا الكر هبط وحنا بليمنا هنا في خراطة هذور يكومونسي البروي لانديبوندونس دو مون بافير المسيرة سلمية افيك لي درابو لي دوار نو فيلاج نو سي با فير 5 دي سوار 6 دي سوار لي كولون Nous voyons les colons qui descendent au château. Tous les colons. Drawat, Meida, Burmpan, Mrouaha, Aynroua. Les colons, tous ils sont sauvés en bas, au château. Les juifs, tous. Et c'est resté quelques-uns à la poste. Ces étrangers, pas j'ai ici, c'est des ouvriers. À la poste et des autres à l'hôtel. Alors, nous, on ne savait pas. Le lendemain, nous sommes venus. Et le peuple
الشعب جاء هزوا العلامات يطلبوا في الاستقلال والحرية الانديبوندونس و لا ليبرتي. هي كيكون نشاط المظاهرة جات ما من جهة العواذر جات وصلت في وسط الخراطة في وسط المدينة كاين خمس كوار قعدوا فولونتير بالسلاح كي وصلوا في وسط المدينة برك ضربوهم قتلوا واحد بليسة واحد وهم هربوا ولاو رلور هجموا ديك الساعة على التريبينار على المحكمة قعيطوا الجهاد في سبيل الله هجموا على المحكمة قتلوا الجوج ومرتو وجبدوا سلاح تاع الزيزي هزوا السلاح هذاك ومن بعد طردوا هذوك الروما اللي لقاو قدامهم قتلوا ماشي فري فرنسي شتي ناسيوناليتي شتي كولون شتي وثما الحق ديك الساعة لحق العسكر كي لحق العسكر بدا يتيري حشها الاخضر ويابس الصغير والكبير الوغ غاشي الناس هربوا كل الجبل لهنا هربوا الجبل بن المرعي هربوا الجرمونه ماذا الارمي دخل تاع فرنسا دخل يلقاو قدامو يقتلوه ها هو اش كاين اما راك كيسمهم بقينا شي جور ست ايام في الجبال بعثوا القايد والقواد والشنابط لي شامبيط لي قايد الوغ هما اللي بعثوهم للدواور قال لهم قول لهم دوكور راه قال لكم هبطوا نعطيكم الاستقلال نتاعكم تفهموا باش نعطيكم الاستقلال نتاعكم الناس واش حنا مش فاهمين جينا هابطين وكل كي جينا هابطين لهذاك البطحه هذيك الشمانيفر هذاك دايمونا تما العسكر مسيركي لي بلي مات وحنا في الوسط ابري لي فرونسي كي زيتي ريفوجي او شاتو Ils ont entendu que l'armée est arrivée, ils sont sortis. De là, d'ici, vers la grande fontaine, la fontaine, c'est des Européens, des civils, qui tirent sur les civils, la population musulmane. Et de l'autre côté, c'est de l'armée. Après, moi, je me suis trouvé avec mes parents, juste derrière l'hôpital. On s'est réfugié là-bas, sous les rochers. Moi, j'étais seul à environ 50 mètres. Et l'autre rocher, c'était mon père, ma mère, trois frères et une sœur. Et à un moment, tout d'un coup, l'interprète judiciaire, il les a vus, de la brigade de la gendarmerie, Il a amené un groupe de légionnaires, ils les ont tués. Moi j'étais à côté, on ne m'a pas vu. Et j'avais un frère qui était derrière mon père, ils ne l'ont pas vu. Ils ont tiré sur mon père, il est tombé sur lui. Et les autres, il y avait le premier frère qui s'appelle Slimane, âgé de 17 ans. Le deuxième, il s'appelle Hammou, âgé de 3 ans. Et ma sœur, âgé de 4 mois, sur le dos de ma mère, qu'ils ont été tués, les deux. Donc 5. Mais c'était un massacre. Ils ont fait un mauvais couchement là-bas. Alors, j'ai le guide. Allez, attends là. Attends là, on ouvre le camionnette. يجيبوا لهنا لا جوندارمري لا طونتور ابري يجيوهم لهنا يطيشوهم هنا لو كان واحد مكان هنا واه تما لا طيشو الشعب يذبحو ويطيشو ان كرون ماساكر اللي صار في خراطه ما صراش Ces événements, je les ai vécus. Je les ai vécus aussi dans ma chair parce que, quittant mon village et allant à 200 km de là comme interne, lorsque je reviens plusieurs mois après le 8 mai 45 à Kerata, eh ben, l'ensemble de mes amis de jeunesse ont disparu. Ils ont été tués, n'est-ce pas, jetés dans les gorges, comme vous avez vu dans ces fameuses choses. Ce sont mes amis, c'est là qu'on a jeté sur le pont de. Chose les Hanous, par exemple, et d'autres.
Alors, ça reste ça comme une cicatrice, n'est-ce pas, qui ne s'efface jamais. Alors, je n'aime pas beaucoup revenir sur la matérialité de ces événements douloureux, mais essayer de tirer beaucoup plus l'histoire, parce que je pense que ce sont les enseignements que nous laissent ces événements qui sont importants, et que pour le reste, il faut savoir se dépasser. Voilà. أسقاس قاس نروح نملو يجمعنا نغي شامبيطان للقياد تصندق الغرنو نروح نملو مولاش الدرق العسكر أكون السرى شكون ويس سيخام نمو نروح نجمع تدار في مرة 15 20 30 انتزرين نروح هد نروح أبريد أبريد لما نوطلو قاس نوفى الشعب نقرأ على فصل البحر بالدرس وقاس هكا أيالينا في الغابة 5 6 7 قبيون ومزاغ الغابة نشوف أنا اللي كان إلا أنا 20 سنة ونروح نتفابريد غل من البو روح غطسوغيك 17 سنة وبيغا طوفان قسيوا ولميز من البو يطرن غحافي صعبط نصكوا نتشاني العيش هذا هو الأخ. والناس مساكنين في هذا الوقت جيعانين ما عندهمش واش ياكلوا. جيعانين قلت لك ياكلوا الحشيش والله غير ياكلوا الحشيش كي المال. أنا شفتهم في هذاك الوقت والله غير الناس ياكلوا الحشيش. الحشيش باش يحكموا الروح ما يموتوش. هذا هو. ومن بعد كان واحد الجارد هنا في يقولوا له بوعفان. جاوا الناس نتاع تراريست هذوك فيهم المغندفين وكل يعني الجارد هذاك مسكين ترانكيل. ومن بعد قتلوه. اسمه سلمبير. قتلوه هو ومرته. قتلوهم. فرنساوي. رومي. نصراني. دارومي. ومن بعد قتلوه. كي جاوا طالعين. داو الناس منا داو 21 من الناس منا داو الجويل باش يركبو باش يهزو كي وصلوا لتما واحد نسيب نتاع الجارد هذاك واحد نسيبو بغى يقتل هذوك اللي داو منا وكل يقتلوهم من بعد الخليفة نتاع الحاكم قال لا ما يحبش قال له ما عندناش لوز باش نقتلوهم مالا قال له لازم نقتل واحد قال له خير اللي تحب داروا ماكدان لين قال له خير اللي تحب دنق جا في عم هذا نتاع السيد هذا اجبد ما تحبش تخرج الكرتوش منكت ومن بعد زاد الاخر وضرب ما تسم خلوه تما والاخرين جاوا الاول هنا يكفيك واحد المنكر ما صار شكل في الدنيا الشيء اللي داروا ما صارش ومن بعد من ثم الناس ولاو يهربوا ما يقدرش واحد يوقف الا شاف عسكري ولا جدارمي ولا الاخر لازم يهرب يدخل في الغابه.
زيد احكي لي واش صرا في 45 واش شفت واش ما شفت دروك يلا بار ديجا ما شفتش مليح من 45 حتى لدروك ما شفتش ما يقدرش يهدر وشي Lorsqu'on parle de cette période, pour ces générations-là, on a l'impression que c'est un gouvernement français réactionnaire. Non, il faut bien dire que c'est le gouvernement de la résistance française, né de la résistance française. Guelma Achiari était quelqu'un de décoré par le général de Gaulle, n'est-ce pas, comme un des grands résistants. Dans le gouvernement français, Maurice Thorez était vice-président, n'est-ce pas, du gouvernement. Charles Tillon était ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, était un socialiste. Donc c'était un gouvernement d'unité nationale française né de la fin du nazisme, de la résistance d'unité nationale qui a fait la répression du 8 mai 45. مالا من ثم قالوا لنا لا درك لازم تهبطوا الملبو لازم تجيوا الملبو غزوه من ذاك جينا والله ما شفت الى نهار ولا يومين جينا هابطين لهنا لهذه البلاصه هذه وكي جينا حنا بدات جينا من الغابه من هيه جينا هابطين حتى وصلنا لهنا انا كي وصلت لهنا كاينه بكري واحد العين لهيه لقيت سالي كانت تم لقيت تما شي مسجونين مربوطين لي بريزوني جابوهم ما على باليش منين افا وجينا لهنا من بعد لحقوا العسكر اللي راحوا حكموا لكريت حكموا لكريت اللي جاوا لهنا داروا ديفيلي داروا ديفيلي ولحقوا البوبر هبطوا لا ديليغاسيون اللي جات باش تخطب باش يخطبوا على الشعب الجزائري خطبوا ما شفتش واش خطبوا بالكل ولكن نشفع على شي كلمات نشفع على واحد واش هضر قال كي رايحين تنوضوا ديروا الكيرة مع فرنسا يعني ضربوا مع فرنسا واش من القوة عندكم العربية الجزائريون ما عندكم لا طيارة لا مدفع لا بابور وانتم حبيتوا بديكم حبيتوا تحاربوا حربوا فرنسا ما جبع حتى شفينا على هاد الهضور هادو مالو كان ما شفيناش ما نشفاوش كيما قلت انت اللي مات مات واللي داو له الحبس داوه انا وحده من الناس كيما قلت انت الخلاعة نتاعي ما وحده نتاع خالي زوج نتاع جده ثلاثه وين حتى شفيت على هاد الهضور هادو حتى شفيت عليه ها حنا هكديك 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 القياد مسترين منا هكت الطريق هادي حتى لهي خير هنا جلسان يا برناسي زكاغن قياد ها برناس عمر والدنيا لهي العسكر من اللي الطيارات يدوروا بينا هنا الطيارات يدوروا ها القياد هذوك ها طلعوا نزل حتى حبس البابور هنا حبس البابور هبط ما نقول لك عسكر ولا لا خاطر احنا بعد هما خرجوا منا هك وصلوا لعند القياد اللي وصلوا لعندهم اللي حد نقتلوهم حد ما نقتلوهمش كي وصلوا هادو قالوا لهم الموت ما كانش هضروا مع الحاكم قال لهم الموت ما كانش ما دار فينا استعمار Oh,
اسمين دان ثلاث ايام مدن ولاق من اللبوم يرقد العسكر امر ورقه القاص تشوريك نيتشو لا بيوياس سرغني خامن تشان المال النوغ يرقد نرول نسانق الغوابي كدورار الخلاص قيمة تدورش كان ثلاثة لقاس ني غربعة والرقان تشويتي كل سوانت تفروخ زلانت تشانت أعروم تشانت تخشي تشانت لما زي نانس قشرون حسبنا نغامو وطوف القاع والعليم مرة ما دلعيبة زين الله روح نولان أكن يميقوا لفرنسا ثلاث أيام أربع أيام ثمان أيام دورنا دي غرانتي مسي خامن أغان تسرقناك عن قيمك تمسات سلبيلي ودي خامن لما يولان نقيم سواكا قلخلا يرقازن ميد روسانا تسرغان رولون وزدغان كذورار رولون ولقيمنا نيسادر في ماذي لوينيه وكان الويزو هنا يقولوا له الويزو شاري هنا قال لهم شوفوا نقول لكم للكولو قال لهم العرب ما يساوش الضربه هذه نو ما عيطوا له قالوا تحضر في الطريق قال لهم ما نجيش هو ما حبش يجي قال لهم ما نجيش قال لهم ولكن والله يا البكي يا اللي بكيتوهم والشيشاي تتعيطوا الفيلاج ومشا تتعيطوا الفيلاج وانتم ماكم ترقوا في الشعب الفوق قال لهم والله لا راح بطل هذا قوري هذا قوري باع مهنه وراح للقسم على النبر لا 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 راح للججل هي اي شرى بالججل وباع وراح لفرنسا هذا اسمه لويزو لويزو كان ديار توه كانوا لهنا كما راهم درجات هذا يقول لويزو واش كان يخدم؟ واش كان يخدم؟ كولون عنده الارض كولون الارض هي هنا الارض كلها كولون هذه الارض كلها كولون مستعمرين عم بك كش عربي ذوك راه يشري هنا كما راك تنقي ولا لا عربي ما يشري مره العرب واش اللي ليهم ليهم الجبل والجبل دايرين قارد فيه قارد فيه اللي يحكموا منحى يروح لهم للديار اللي يحكموا منحى مطرق يدير له بروسي حق النبي لا مره وكلهم غير الجبل الجبل دايرين قارد محلف يظل يدور اللي حكمه يدير له بروسي كل ما يسلكوش يديه للحبس شعيبه ولا غيديه للحبس هذا البروسي تاع الجبل تاع الحطب مي الارض كيما تنقع على بصرك اكل الجوج من ثلاثه من الناس يا وانا تصور عم بك نط على على في البطولة نط على الحقيقة جاعوا وتخدمت ومشات خرجت من الحبس خرجت من منفي راك تشوف في نفيات الموجعه ما نقعدش هنا خرجت لقيت الثوره تاع الجزائر كاينه اه مال هذاك النفيات جيت وليت خدمت في الثوره تاع الجزائر النفيات تنيت منه لو كان ما كانش الثوره تاع الجزائر كنت ما خليني ما نقعدش هنا كانوا يبعثوني قالوا لي روح تخرج من الجزائر انا خرجت لقيت الثوره كاينه قلت لهم والله غير هذه نتم بها الحزب فالثورة حتى نستقلينا هاكي شوف هاكي شوفي كيف ايوا والله من 45 سانزاري جوج سوسندو كومبليت هذه جات سانزاري والله ما والله ما خرجت منها من الحبس ما نهدراش او الحبس شاهد وفي الثورة ثاني كيفاني هنا واللي حاب يتزوج معايا في الثورة يقول انا خدمت جندي في الولاية الثانية الأولى والثانية أنا هنا موجود. حنا هذيك درنا ثورة صغيرة ماشي مي هي الأساس مي هي الأساس تاع 54 54 ركبت على 54 ركبت عليها 54 إيه من هذاك الوقت كانوا رجال في 45 وحاضرين ومن وراء 45 قراوا وفهموا وتوحدوا وداروا بعضهم وتكونوا ونهضوا في 54 في 54 كي ناضوا يسقموها ماشي يعني كيما حنا كي دقونا حنا بقينا ننظموا في النظام نتاعنا هذاك الاول على كل حال بحزب الشعب تكوين حتىش لانه هذاك الوقت الوحيد اللي كان يقولوا فرنسا خرجت بالسلاح تخرج بالسلاح
ما تجي الحريه ما تمدش بطل. الحق يخاض ولا يعطى، ما يعطوهش الناس. كان ساعة على كل حال كونوا هذاك الوقت على كل حال الحزب الشعب كون النظام العسكري لوس شمتي وبداوا يدربوا في وليداتنا على كل حال، وتكونت الثوره تاع 54 وشغلت الجزائر والحمد لله رب العالمين. C'est à partir de ce que j'ai vu, je me suis préparée pour partir au maquis. Et je voulais mourir pour l'Algérie. Même jusqu'à présent. Je regrette, j'aurais voulu être une shahida que d'être une mujahida comme ça. Parce que c'était, on a envie de mourir, de voir ce qu'on a vécu. Et c'était mon but, qu'est-ce que c'était? De ne faire aucun mal. Mon seul souhait, c'est d'avoir mon drapeau. J'ai hâte de voir le drapeau algérien. Ma nationalité, mon passeport, même en allant à l'étranger, en traversant les douanes, je suis fière d'ouvrir le passeport et de dire que je suis une Algérienne. I want to say something about the disappointment that the world did not know this story. Even though I wrote the story, very few newspapers reported on it. Most of the press of the world didn't think this was an important story. مثلنا الإعلام قلتك على كل حال هاو كيف تخدم وهو شكون اللي خدمه أنا اللي خدمته وأنا اللي جبت على كل حال وإذا الطيور اللي خدمونا هو يقول عيسى دومي شمعتي هذه أولا ثانيا من اللي بقى مخبي من الثورة طول على كل حال من 45 هو مخبي وكنت مخبيه في واحد يخدم الجاسوس على كل حال هنا يقول له حفاظ ردومان سمعتي مخبيه ثم عنده حتى خرجنا جات لمشتين تاع اللي دار هذا نقول ومن هذاك الوقت هو مخبي عندي حتى ل 62 ومن 62 في كل مثلا احتفال مناسبه نجبدو سمعتي ونظهر ونظهر به سمعتي لا عبد الحسبيه بنتي الجزائر شقلت هكذاك راه عنده مش شعب ترى الرجال نعم اي صحه هيت ديجا وحنايا هيا واعر مرض ايه الكبر اكيد كبيت ان شاء الله ان شاء الله خلينا نكبر كيف انت يا 87 سنه 87 سنه لا يبان عقبنا ما عقبنا كنت برنا هذه تاع كربونيل يقعدوا فيها غير الفاشيست غير الكولون ما يدخلوا العرب ما يخلوش يدخلوا في المرض جات هي فوق الكويت فرنسا جات في القرنية كله درابو ما شفتو زاد شافو من بعد ولا ما شفتوش خلاص من هذاك النهار حتى اليوم حتى اليوم صحة نعم مرحبا الدنيا ويلا طالت بيه فرح باد الدنيا ويلا طالت بي ويلا طالت بي نحس بوت فراوي روح لأمالي الله الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء طيارة الصفرا حبسي ما تضربيش طيارة الصفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش عندي راس وخيل أمي ما تضليش الله الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء جندي اللي جانا من فارماتو جندي اللي جانا من فارماتو جانا من فارماتو ذاك شيخ العيفة وانا ما عرفتو الله الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء
جندي اللي جانا وطرحنا له الفرش جندي اللي جانا وطرحنا له الفرش وطرحنا له الفرش وانت دوك واش غادي تخدمي واش غادي تعطينا وحنا واش غادي نعطيو لك كي جيتي تبعثي فينا واش كان ما فهمتش انا هي جيت خاطرش في فرنسا الولاد اللي زادوا في فرنسا لا على بالهمش واش صرا في بلادهم اواه اسمعي العسكر يمشي والكاميرا تصور ما بس ما نعطوناش او مسكري والله ما كانش لي زارشيف هذوما هما ما نعطوهاش انا داروا سكري عليهم يا اخي اسمعي يا اخي وين تكون لا غير ولا ريفوليسيون يا اخي لي جورناليست يتبعوا يمشيو شفتوا لارمي اللي تصورها لي جورناليست يمشيو مع العسكر كي تعود الضرب هكذا دوك راه في العراق وفي لبنان يا اخي هذاك لي جورناليست ما يصور واش راه كاين فرنسا لا ما تصورش كيما صارت اي نحتوهمش وفبوا صافا و 54 في الثوره تاع 54 ما كانش ما دارش ثاني لي كاميرا ما دار درت بس ما تنعدتهمش قولي ما تنعدش ما تنعدش فوالا بس ما تنعدش صافا دوك وانتم كي جيتوا تصوروا تنعتوا لي فيلم ايه ها ايه صافي العالم في كل منذ كل مره لي فيلم يخرج في كل دوله تكاي شعلي تشوفي واش كان ايه والله